السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ليه مش عارف اخس او مش عارفه تخسي وايه السبب ونعمل ايه؟ يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم فيها ايه السبب اللي احنا مش عارفين نخس وليه مش عارف او عارفة اخس وهعمل ايه؟ ثلاث اسباب. طيب، اول حاجة السبب اللي مخلينا مش عارفين نخس هو التفكير الخطأ. ازاي يا كوتش؟ فهمنا واحده واحده عشان نفهم التفكير الخطا في الدايت والتمارين والرياضه. ازاي اللي احنا كلنا مفكرين ان احنا اول ما بنعمل دايت اول اسبوع هننزل، ثاني اسبوع هننزل، ثالث اسبوع الشهر احنا كده خلاص عملنا الدايت جسمنا بقى حلو، هنرجع تاني نعمل وناكل من غير دايت ولا تمرين. عشان اقدر اوصل لحاجه كويسه لازم نعمل حاجتين ضروري، دايت وتمرين، الاثنين دول بيكملوا مع بعض. محدش يجي يقول لي يا كوتش ابعت لي دايت بس وانا اخس من غير تمارين. الدايت هيوقف زياده الوزن وهينزل الوزن لكن الترهلات اللي في الجسم التمارين هي اللي هتضيعها، فاحنا لازم نستفيد بحد اقصى من الاثنين دول. ومفاهيم الخطا الثاني اللي احنا نمشي على الدايت اسبوع او شهر واحنا كده خلاص، احنا بقالنا سنين عمالين ناكل وعمالين نعمل شكل جسمنا وبقالنا سنين ماشيين في نمط بكره هعمل دايت، بعده الاسبوع الجاي، من اول الاسبوع، من اول الشهر. النمط ده كله هو الغلط وهو الخطا في التفكير. الدايت مش وقت وخلاص، الدايت فتره زمنيه طويله، والدايت فتره زمنيه ممكن تبقى معانا على طول. مش معنى كده اللي هو حرمان، عمره ما كان حرمان. الدايت اللي احنا بناكل الاكل المفيد لجسمنا عشان نقدر نعمل، سواء للبنات تعمل شكل جسم كويس، سواء للولاد يعملوا شكل جسم كويس، او بالنسبه للناس اللي بتروح الجيم يقدروا يعملوا عضلات كويسه. طيب ليه عرفنا السبب ان احنا بنفكر غلط؟ ليه بقى مش عايزين نخس؟ عشان قله الحركه بتاعتنا اللي احنا خلاص تعودنا نعمل دايت يبقى ما نتحركش. انا عامله دايت مش قادر اقوم، مش قادر اروح، انا عامله دايت. لا بالعكس، احنا لما نعمل دايت نقدر نجري، نقدر نروح، نقدر نيجي. ليه؟ علشان احنا هنقلل نسبه الكالوريز في الحاجات المضره زي الزيوت، السمنه، الحاجات دي فيها كوليسترول عالي، فبالتالي لما بناكله بيزود معانا الدهون وبيعلي معانا هرمون الانسولين وبيزود معانا وزن الجسم وما نقدرش نعمل نشاط بدني قوي. لما نظبط الدايت نقدر نعمل نشاط بدني قوي، نحس ان احنا خفاف بمعنى صح، بدل ما كنا بنقوم ومش قادرين، لا دلوقتي بقينا نقوم، بقينا نوطي، بقينا نعمل كل حاجه واحنا ما عندناش مشكله خالص، وبالعكس حاسين ان احنا جسمنا جميل. تالت حاجه هنعمل ايه؟ هنعمل دايت وتمارين مش مدى الحياه زي ما الناس كلها فاكره. دايت وتمارين سيستم في يوم. ازاي؟ يعني زي ما بنروح الشغل، زي ما بنيجي بنقضي معظم الوقت بتاعنا قدام التلفزيون، الموبايل، كل واحد مختلف عن التاني في عنصر الترفيه بتاعه. الدايت بيخليه عنصر اساسي هو التمرين، ساعة واحدة في اليوم جيم، مفيش جيم، تمارين في البيت بعملها لكم، اوكي؟ خلاص. دايت هنمنع السكريات، هنمنع البيبسي، هنمنع البوزو، هنمنع المعجنات، هنمنع الحاجات المضرة بس. يعني مفيش حرمان، مفيش حرمان. احنا هنمنع. طيب خرجنا مرة مع أصحابي وأنا نفسي آكل بيتزا أو أشرب، آكل بيتزا وأشرب، بس مش كل يوم زي اللي فات. المرة اللي فاتت أو الوقت اللي احنا كنا فيه كنا بنقدر ناكل كل يوم، وكل يوم دي وجبتنا أساسية. لا مش وجبتنا أساسية، وجبتنا الأساسية اللي احنا بنعتمد عليها البروتين. أنت أو أنت تقدروا تعملوا دايت لنفسكم؟ آه، بس تفهموا تعملوه إزاي وتمشوا عليه إزاي، ساعتها تقدروا تعملوا الدايت لنفسكم، ساعتها تقدروا تمشوا كويس وتقدروا تمشوا خطوة بخطوة، ستيب باي ستيب، وتوصلوا للهدف اللي أنتوا عايزينه. كل اللي عليكم تعملوه ان تشجعوا نفسكم، وان ما تستعجلوش على النتائج، مش من اول اسبوع او من اول شهر هنلاقي نتائج كبيره، لا، احنا عايزين نمشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، عشان نلاقي نتائج كويسه وصحتنا تبقى كويسه، والمالتي فيتامينات بتوع الكالسيوم والفيتامينات وكله في الجسم يبقى
كويس وما نتأثرش بأي نظام دايت احنا ايه عملناه. كده خلصت حلقة النهارده ان شاء الله، استنوني بكره في حلقات تانية كتير جديدة ومعلومات مفيدة، وأي حد عنده مشكلة أي حاجة سيبها في التعليقات تحت أو على الفيسبوك قناص الإيه؟ قناص الفان، وأنتوا قد التحدي. السلام عليكم.